محاولات الفرار تعود وتتكرر منذ فجر الجمعة، حيث استيقظ فيه الفلسطينيون على الكابوس الذي هدأ لأيام أو ساعات قليلة. لقد انتهت الهدنة والهدوء ولحظات الراحة المختلسة التي عاشها أهل غزة، ليتصدر الظلام والدماء والدمار المشهد مرة أخرى، ويبدأ الفرار من الموت هو الهم الشاغل لهؤلاء المنكوبين. من خان يونس تحرك أهالي غزة بالسيارات والعربات التي تجرها الأحصنة والدراجات، وسيراً على الأقدام، حاضنين من نجا من أبنائهم وحاملين ما بقى من أشيائهم، يسيرون بشكل لا إرادي غير مدركين هل يفرون من الموت أم يتوجهون إليه. فلا ثقة في ادعاءات قوات الاحتلال التي تطالبهم طوال الوقت منذ بدء العدوان من التوجه من مكان لآخر، لأنهم يفاجؤون بهجوم على الأماكن الآمنة كما المواقع الخطرة، يسيرون في شوارع مدينتهم كمن لا يعرفون طرقاتها ولا إلى أين ستأخذهم أقدامهم. عارفين الغدر منهم، هم غدارين، وعارفينهم إنهم بس صفتهم يقتلوا ويهدموا البيوت ويدمروا. إيش عملوا من إنجاز؟ قتلوا الأطفال، الله بنتقم للأطفال، مشان البنتقم ربنا من فوق. قتلوا النساء، هدموا البيوت، أفسدوا، عاثوا في الأرض فسادا، قصفوا المية، قصفوا الكهرب، إيش ضل؟ ما ضلش حاجة، ليش العيشة؟ الآن وبعد انتهاء الهدنة وفقدان الأمل في تجددها في نفوس الفلسطينيين، الآن قد بدأ اليأس يزحف إلى نفوسهم وتغيب ابتسامة التحدي عن وجوههم، ويتسلل التعب والإجهاد والإرهاق من السير بداخل دوائر مغلقة من المشقة والمعاناة والألم النفسي والجسدي. الآن تحيطهم حالة من الضياع، ضياع أي شيء وكل شيء، حتى الأمل والصمود والإصرار. صباح الجمعة استيقظ أهل غزة على مرارة الواقع، وهم يدركون أن الحلم ليس في عودة الحياة، ولكن في عودة ساعات من الهدنة ربما لن يتكرر ثانية.